اما هلا ليا بننتقل لمادتنا التاليه. اوقات كثيره بتمر على الفرد وبتكون قرارات غامضه غير واضحه، وبيرجع السبب لعدم الثقه واليقين بالنفس وعدم وجود الاعتقاد الكافي بانه ما يحدث هو الامر الذي تريد او لا تريد. لكن عند تحقيق ما تريد تشعر بان الصعوبه والقسوه راحت. لذلك من المهم جدا ان تعرف اذا كنت على الطريق الصحيح بحياتك الشخصيه لتقدر تكمل او تراجع نفسك نحو الخيار الصح. معنا الاخصائيه الاجتماعيه شفاء صفوان. اهلا وسهلا فيك. نحكي عن هيدا الموضوع بشكل موسع اكثر. اهلا وسهلا يا ميت. هلا شفاء صوان. صوان ايوه. يسعد صباحك. يا صباح الخير. مره وما قعدتي عبرتي لنا قديش الرياح النفسيه من هذا المكان، فهيك خلينا نكد نوصله للمشاهدين. نحكي بموضوع كتير حلو. كتير مننا وبالفتره الاخيره مرقنا بظروف صعبه، بضغوطات كتير صعبه، ولكن داخل كل حدا فينا لازم يتنظم، يترتب، يكون عنا أكثر وعي وباتخاذ القرارات والأهداف الصارمة. خلينا نحكي كيف فينا نحن هيك من الصبح نرتب أفكارنا وكل شيء جواتنا هيك معجوق. هلأ أول شيء الواحد قبل ما ينام كتير حلو أنه يفكر أفكار إيجابية. الأفكار السلبية قبل النوم سواء حسد أو كره أو حقد أو توتر من أنه أنا ما أدران أني نفذ هاي المهمة أو أني ما لي أدران أدرس لبكرة أو أني ساوي هذا الشيء، هاي كلها بتخلينا ننام بطريقة ما لا مريحة. نحن بدنا ننوي قبل النوم أنه ننام نومة مريحة كتير وعميقة كتير. يعني حتى لو كنا مثلا ما لنا نايمين ساعات كافيه ومثلا كان عنا فئه بكير، ممكن نقول ثلاث ساعات مثلا او ساعتين كافيه انه انا تشبعني نوم. فانا اذا نويت هي النيه خلايا جسمي تتالف معي، يعني بتصير على نفس الفكره اللي انا دخلتها لراسي، خلايا جسمي كمان بترتاح بهي الساعتين وبتحسي حالك كانه نايمه 10 ساعات، بالذات اذا حطيتي موسيقى الاسترخاء والنوم يعني بصوت كتير شبه مسموع، يعني كمان بتعطي طاقه حلوه للغرفه. كتير مهم كمان انه يعني نتفائل بالشيء اللي جاي، تفائلوا بالخير تجدوا، هي قاعده كونيه انه اذا نحن اي شيء بنتفائل فيه بالحياه رح نوجده. واي انسان بيتشائم او بيخاف انه ما يتحقق هذا الشيء بطمنك انه هو ما رح يتحقق هذا الشيء ما دام انت خفت او انه انت توقعت انه ممكن لا. فكل ما كنا متفائلين اكثر، كل ما كنا افكارنا ايجابيه اكثر، كل ما حبينا ذاتنا والناس اللي حوالينا اكثر، كل ما حاولنا نتصرف يعني اي تصرف او شيء معين نحن ما احسننا التصرف فيه، نعيد ترتيب الأولويات ببساطتنا بفطرتنا. تعقيد الأمور يلي بيفكر بالماضي كتير بيحزن، واللي بيفكر بالمستقبل كتير بيقلق. فاللي بيعيش الآن هنا أنجح الناس، يعني بتعيش اللحظة، يعني لا تفكر إنه غلا ولا كذا ولا رح يصير هيك ولا رح يصير هيك أو شو رح يصير معي، لا عيش هلا اللحظه، ما بتعرف شو الله بكره كاتب. وكمان الماضي ما في داعي تحزن على اشخاص آلموك او ضايقوك او شيء بحياتك صار خلص انتهى. ماضي مو ماضي، يعني انا كثير ناس بيقولوا لي انه انا ما عم بقدر سامحه، قلت لها هي القصه مو صارت ماضيه، بتقول لي خلص اقلبي الصفحه، يعني خلص انتهى هذا الموضوع. بس يمكن حكيتي نقطه كثير مهمه انه بس بدك تحط راسك على المخده، فكر بالاشياء الايجابيه. في كثير من الناس يمكن بتقول لك مع هالظروف اللي عم نعيشها والاوضاع بتلاقي هو هي حاله الاسترخاء، بيقعد بيفكر بيراجع حاله، لا بيفكر بالقصص الصعبه او السيئه اللي صارت معه النهار، ما بيفكر بهي النقطه قديش فعلا هي بتاثر لا نهارك ثاني يوم. لما انا افكر بالاشياء الايجابيه حاول بقدر المستطاع اني ازرع الافكار الجميله. قد ما كنت بحالة نفسية سيئة أو مريت بظرف سيء، مجرد ما أنك تفكر بإيجابية أول شغلة نحن رح نخسرها هي صحتنا. صراحة الجلطات الدماغية وجلطات القلب وكذا، ونحن كتير هلأ سمعنا ناس انصابوا بهي القصص بأعمار صغيرة وحتى بهي الظروف يعني. فليش لنهكل الأهم شيء خلص فكر بالآن، فكر انت شو بدك تساوي هلا، ولا تفكر وقت النوم لا تفكر بشيء، خلي مخك مفتوح. الواحد بده يحاسب حاله على اليوم يلي مرق قبل ما ينام. طيب. يعني انا اي شيء اخطات فيه تحاسب حالك اي شيء اخطات فيه، مثلا انا اخطات بحق حدا مثلا بلاقي اسلوب ثاني للاعتذار، ممكن هديه، ممكن كلمه طيبه، ممكن يعني بس انه نحن ما نحسسه بجوز غيبه تكون القصه يعني. فهو افضل طريقه لحتى نرد الغيبه بطريقه ايجابيه انه نحكي عنه للشخص بطريقه جيده او نهدي هدايا ونتودد له عن جد، هي حتى حتكسر الشيء اللي جواتنا يلي طلع باتجاهنا اتجاهه يعني. اما انه نفكر بالاوضاع شو ما صار بيضل الانسان حبك للحياه كرمال اولادك كرمال انت نفسك. يعني فكره التضحيه كثير بشعه لما نحن بنتبناها، يعني سواء الام المضحيه لحد المضحي كثير كثير سيئه. اما الانسان يلي بيحب الناس
وبيحب ينحب، بيحب الاشياء. كيف تصوير الموضوع لما اقول انا عم اقدم شيء لاني بحب الشخص او عم اقدم تضحيه، انت تصويرك لهذا الموضوع هو بينعكس عليك بشكل ايجابي. والمضحي بحياته ما حدا بيتشكر له على فكره، بينما الانسان المحب اللي بيعطي من قلبه، مثلا بنلاقي كثير الامهات المضحيات ما حدا يعني اولادهم ما بيعطون هي الاهميه، بينما الامهات اللي بتلاقيهم متوازنين، عارفانين امتى يعطوا، عارفانين امتى ياخذوا، عارفانين امتى ينظموا. الام بتلاقيها حتى الاولاد بيعاملوها بطريقه كثير تليق فيها كأم قويه، بينما المضحي هو الضعيف، يعني هو اللي دائما يلي انا عملت وانا ساويت، وهي دائما عندها مشاعر سلبيه تجاه مثلا اولادها وتجاه الناس حواليها، انا ضحيت وعملت كرمالك ساويت، يعني عم تعطيهم منيه تمام زياده عن اللزوم. تمام شفاء، خلينا نحكي يمكن كل هذا الحكي نحن بنقراه بنشوفه نحن كمان بنفكر فيه، بس تعي طبقيه على ارض الواقع، هو يمكن بده حاله من التدريب او بده حاله من القناعه، او ممكن يتطبق لفتره من الزمن وبعدين يروح من الحياه. هون خلينا نحكي كيف فينا نعود حالنا ندرب نفسنا ويكون عاده دائمه معنا. اول شيء المراقبه، راقبوا كلماتكم، يعني ان البلاء موكل بالمنطق، يعني الشيء اللي بنقوله مثلا اوقات في ناس كثير بيقولوا يي الله يجيرنا من شرها الضحكه وما بعرف شو كذا، بالعكس الانسان السعيد بيجذب السعاده اكثر، يعني ما تقول، بالعكس يقول الله يعطينا سعاده اكثر واكثر، الله يتمم علينا فرحتنا، الله يعطينا ليرضينا، دائما هي الافكار والاشياء الكلمات اللي نحن بنقولها ايجابيه كثير. الكلمات مثلا كلمه اوقات ناس رفقات بيقولوا بعض الله لا يوفقك او كذا او كذا، ما بتعرف انه الاقدار رح ترد لها اياها بعدم التوفيق او عدم الخير، يعني بالمقابل. انت تنتبه لكلامنا ان كان موزون، هي الطاقه السلبيه اللي بتكون موجوده، يعني تماما. في حدا بيجي لعندك بيقول لك انا تعبان، ثاني ما بيقول لك سلامتك، بيقول لك انا تعبان وانا تعبانة. هي الحالة، يعني هي الحالة فعلا لازم العالم تقدر تسمع حالة. يعني في حدا كان يقول لي مثلا اسمعي الحكي، يعني اللي عم تحكي، في عالم ما بتسمع حالة وهي عم تحكي قديش طبعا. ممكن تأثر عليك بشكل سلبي، قديش ممكن هي الكلمة تأذيكي نفسيا، لأنه كمان في عنف لفظي فينا نقول طبعا. مفردات صارت يعني مفهوم عادي بالنسبة لنا بشكل يومي، يعني بتلاقي الناس عم تحكيها كأنه هي عم تحكي كلام طبيعي. هلأ صراحة أنا بلقط هي القصص ودغري بغيرها، يعني كتير مهم الإنسان يلي عنده إيجابية كتير إنه بس تلاقي حدا يقولها هي الكلمة، حتى لو كان بالشارع، حتى لو كان بالسوق، بأي مكان أنت بتكوني فيه، دغري تقلبيها لإيجابي، تقولي لا ليش هيك، لا هيك لأنه الله كريم، مثلا إنه أنا ما بدي غير مثلا بيته سيئ، ليش الله كريم عنده خزائن كتير، يعني بس اطلبي، لأنه الكون قد ما بتطلبي، قانون الوفرة إنه بالكون في كل شيء بالحياة، بس نحن نطلب ونلاقي بيتجلالنا هذا الشيء موجود، بينما قانون الندرة بنصير بنحس بالغيرة بالحسد بالكره، إنه أنا بس لقلي هي القصة، بس لقلي هي الوظيفة، بس لقلي هي الشغلة، هذا الغرض بس إلي، لا خلي حب وخلي الناس كلها بارك حب الأشياء اللي عند الآخرين، ليش فلان بارك ذكائهم، بارك مهاراتهم، بارك لبسهم، بارك ثيابهم، بارك طعامهم، بارك كل شيء حواليك لحتى أنت ترجع لك كمان بالخير والوفرة كمان عليك. شفاء هلا كثير عالم عم يشوفونا عم يقولوا اف شو عم تحكوا أنتوا، طب أنتوا يعني ما بتنزلوا على السوق، ما بتشوفوا الأسعار مبلغ خلينا نكون على السوق، ولكن خلينا نحكي إنه نحنا نزلنا على السوق شفنا الغلاء، الأم عندها هم مثلا أو أي صبي أو أي شاب عنده هم كيف بده ياكل، كيف بده يعيش، بكره شو مخبي، مستقبل، ظروف كتير بشعه وصعبه عم نمرق فيها. هي الحاله اللي نحن منكم برات البيت بنجي بننقلها للبيت، بننقلها لرفيقتنا، بننقلها، نحن ما لنا سلبيين، الظروف عطتنا قصص سلبيه او هي سلبيه الظروف، هون نحن كيف فينا نكون شوي الفصل. مرتاحين ما بدنا نقول الفصل، لانه انا ابني صغير بالبيت ما له مضطر يسمع، يعني ما حيفهم شو عم يصير، ولا لانه مضطر هو كمان بهالظروف، يعني هالعشر سنين اللي مرينا فيها صعبه كانت جدا، يعني ما له مضطر كمان فوق منا يجي يسمع شكواي، بس انا فهمه، مثلا انا جاي على بالي هيك بدي اشتري او بدي اكل هي الاكله، بقول له بابا انا هلا ما معي، بس انه بس ليصير معي خلاص، او ممكن ندبرها بشغله، او ممكن مره بالاسبوع نعملها، او مره بالشهر هي القصه، فخلينا نفهم اولادنا او زوجاتنا او كذا، خلينا نكون فكره الشراكه على فكره البيت كتير مهمة بالأسرة، بس تشاركي عائلتك بأي قرار بتاخديه بحياتك حيدعموكي وحيصبروا كرمالك، أما الرجل لما بياخد قرار لحاله والمرأة لحالها وكأنه البيت هو تابع لإلها، فهون بيخسروا كلياته، لأنه أي قرار ممكن يهز كيان العيلة يفترقوا، يعني طب كيف في أي شخص يفرغ القصص اللي زعجته، وين وكيف؟ إيه تمام، طاقة سلبية وين يروح فيها؟ وهمومه هو الحياة، التأمل والتنفس العميق، وعلى فكرة بالتأمل وبالتنفس العميق كتير
كثير بتجينا افكار ورسائل، وحتى بالدعاء ان نحن نطلب نطلب يعني ونطلب بقلب نظيف ونشكر ونشكر ولئن شكرتم لازيدنكم. كل ما شكرنا اكثر وحمدنا الله على اي نعمه موجوده بين ايدينا، كل ما يعني دائما الانسان الناجح بيفكر شو بايده ما بيفكر شو ناقصه. صحيح، وكثير مهم انه نحن نفكر شو بايدينا ونشكر الله عليها مشان يجي اللي ناقصنا واللي بدنا اياه نحن. وقلتي نقطه يمكن مهمه خلال حديثك، قديش هذا بينعكس اليوم على اطفالنا. طبعا. لانه الطفل هو مرايتك، لما تكون انت حدا ايجابي بيكون طفلك بحاله معينة من الراحة النفسية والسعادة، لما تكون سلبي في كثير من الأطفال تلاقيهم عصبيين أخلاقهم ضيقة. هي انعكاس لأولادهم. هي الحالة قديش بتأثر اليوم على هيدا الجيل، على هدول الأطفال قديش فعلا، لأنه هي تكوين الشخص أو تكوين الطفل عفوا أول 6 سنوات من حياته، فنحن قديش فعليا بنأثر بتكوينه سلبي إن كان أو إيجابي. تمام، حتى الولد فينا نعلمه ألفاظ إيجابية ويتحمل مسؤولية. مثلا لما أنا الولد بيوقع وبضرب الطاولة، أنا هون ما حملته مسؤولية، حملته الكون كله هو حمل مسؤولية. بينما لا، ماما فتح شوي طلع بس قدامك كذا، أنت رح تقدر يعني، أنت شاطر، أنت بطل، أنت كذا. دائما كلماتنا لازم ننتبه لها، وبنفس الوقت نفصل الشيء اللي عم نعيشه بالواقع مع بيتنا وأولادنا. يعني مجرد ما الواحد فات بيت استمتع بالآن، استمتع بأولادك، استمتع بلحظتك، استمتع بالأكل لو كان بسيط، استمتع بالإيجابية معهم. يعني إذا استمتعنا بالشيء اللي معنا بإيدينا وشكرنا الله عليه، عن جد رح يجينا الأفضل وحنعيش بسلام داخلي. لو ما أنه نحن حيجي مباشر أو في ظروف صعبة بالمقابل، عن جد رح نحس بالسلام الداخلي اللي هو اللي بيعطينا. لأنه الإنسان لما بيكون موجاته موترة ما بيقدر يجذب شيء بالحياة. يعني ما بيقدر يجذب لا الخير لا السعادة لا الوظيفة الأفضل لا المال الأفضل لا الرزق الثاني اللي هو ما بيعرف وين مخباله. يعني حتى لو الظروف صعبة، تأكدوا أنه الله، لما أنت بتكون عندك داخلك مؤمن أنه رح يصير معك شيء إيجابي، رح يصير معك شيء إيجابي وتجيك رزقة. يمكن العالم كله ما معه مصاري، يكون أنت معك وبالوقت اللي أنت العالم، بس لأنك آمنت أنه الله رح يتولاك بهي الأزمة اللي أنت عايش فيها. نعم. بالختام خلينا بس هيك نحكي عن النفس الصح، لأنه النفس يمكن الأكسجين عنا يا مجانا، فأنه فينا نتنفس بطريقة صحيحة الأوقات الصحيحة وكم مرة النفس والطريقة كمان. تمام. لحتى نرتاح، لأنه هذا كتير الحل فينا نعمله يعني وين ما كان. أفضل ساعات للتنفس هي ببداية النهار، يعني من الساعة 3 الفجر للساعة 6 النهار بأوله بيكون كتير في طاقة إيجابية، وفي حتى الأوثري بتكون موجودة فيه كتير بهذا الوقت، وبيكون الجو نظيف، لا في سيارات كتير وما في حوالينا أي شيء. فنتنفس بعمق لدرجة 5 نسحب 5 نخليهم ببطننا لبطننا يوصل، مو للرئة للبطن ينتفخ البطن. 5 منخليهم ببطننا و5 منعد منفرغهم لمدة أقل شيء 20 دقيقة، وصدقوني حتجيكم أفكار، حترتاحوا كتير، حتفكروا بأشياء كتير، حتكبوا شغلات كتير. يعني تخيلوا أنه أي شيء عم تتنفسوا هو شيء أبيض نظيف نقي، وكل شيء عم تطلعوه أفكار سلبية هم حزن، فهو عن جد إذا نحن عملناها كل يوم 20 دقيقة، حتى هي اكتشفوا أنه هي بتطول العمر، بتعطي صحة جيدة، يعني حتى تخيلي حتى علاج المفاصل عن طريق هي التنفس واليوغا كتير مهمة، لأنه هي بتفرغ وبتنظف. لأنه كل شيء نحن عم نمر فيه أمراض هو انعكاس لشيء جواتنا أفكار سلبية أو أشياء سلبية نحن عم نعيشها. نتشكرك مع هي الكلمات بيخلص حديثنا لليوم، الأخصائية الاجتماعية شفاء صوان على وجودك معنا. شكرا كثير يا ميتلا. شكرا كثير لك، واكيد نتمنى لكل المشاهدين الطاقه الحلوه والارزاق الكثيره والصحه الجيده.